أحد الشباب هداه الله عز وجل لما بلغ عمره 29 سنة. والله حكى لي القصة هذه امبارح يا إخوان، بس عشان تفهموا إحنا يعني إلى أي درجة بندمر أبنائنا، وبعدين لما بيكبروا أولادنا ها بنزعل، قال لك عقوق والديك راح تروح النار أنت، وتعالي والله أخبك والله يطحن عظمك. يقول لي يا شيخ والله ما عرفت الصلاة ولا عرفت ما هي العبادة إلا عندما وافت والدي المنية. يقول كنت عند والدي عندما حان الأجل فرأيت عينيه شاخصتين. كنا نعطي درس المسجد عن خروج الروح، وفي الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن العين تتبع، إن البصر يتبع الروح. لذلك الميت لما تجده حين الوفاة بصره تجده يرتفع هكذا، يعني يرى الروح وهي تخرج، نسأل الله السلام والعافية، اللهم أحسن ختامنا يا رب العالمين. يقول وقد رأيت والدي على تلك الحالة، يقول فأصابتني رهبة ورجفة في داخلي، يقول فخرجت في كلينك طبعا المستشفى، يقول فمررت بجانب المصلى فدخلت المصلى، يقول شعرت بأني مقصر، يقول فدخلت فوقفت في وسط المصلى ثم بكيت لأني تذكرت أني لا أعرف أن أصلي، ذكرت أني لا أعرف كيف أصلي فبكت عيناي، ثم خرجت من المسجد حياء أن أسأل أحدا كيف الوضوء وكيف الصلاة. في ذلك الوقت عمره 29 سنة، مش عمره 2، مش عمره 5، مش عمره 7 ولا 10، عمره 29 سنة. This is serious. This is